لتنمية مواهب الأطفال وغرس مفاهيم الرسم والتشكيل، وضمن جولة المتحف المتنقل في منطقة ماحص. تهدف الجولات إلى زيادة الوعي الثقافي في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية، وإلى التعريف بالحركة الفنية في الأردن والعالم العربي في مختلف قرى ومحافظات المملكة. المشروع المتحف المتنقل اليوم انطلق بالرحلة 352، صرنا عاملين 352 رحلة بجميع محافظات المملكة. أولاً تعريف الطلاب والمجتمع المحلي على الفن الأردني التشكيلي بجميع أطيافه زي ما أنت شفت حضرتك، زائداً تعريف عن المتحف الوطني الأردني وش فيه مقتنيات. فبهاي الرسالة اللي بنحاول نوصلها، زائد أنه إحنا بنعمل كمان ورشات عمل ورسم للطلاب حتى يتعرفوا على أنواع الرسم المختلفة، على المدارس المختلفة بالرسم. حتى اليوم كنا شوي خرجنا عن نطاق العادي، جبنا لهم بعض الأعمال العالمية زي فان كوخ حتى يشوفوها. بهمنا ننشر ثقافة اللون وثقافة الرسم. تم تعريف الطلاب على لوحات فنانين تشكيليين معروفين، مثل لوحات سمو الأميرة وجدان الهاشمي والدكتور مهنا درة والدكتور خالد خريس وغيرهم العديد، لتعلم الطلاب أفكار فنية من قامات الفن التشكيلي في الأردن بطريقة تفاعلية، واستفادتهم من التنوع الثقافي بالمناطق والأماكن البعيدة التي تفتقر لأي نوع من أنواع الاهتمام بالفن. الزيارة الكريمة اللي شرفونا فيها أفادت شبابنا اللي احنا معنيين في تنمية إبداعاتهم. الصحيح كانت نقلة، يعني انه استفادوا من عملية تمازج الألوان وكيفية مزجها والخروج على الأقل بشيء مبدئي بتنمية حس فني لديهم. كانت الورشة بمثابة نقلة لشبابنا انهم يستفيدوا، واحنا معنيين انه ننمي إبداعاتهم من مختلف الأعمار مختلف الفئات. تعلمنا كيفية مزج الألوان تشكيل الجمال الطبيعي للطبيعة. الألوان إحدى الأدوات التي تزين الكون وتعكس طموح وأحلام الأطفال بطريقة واقعية ملموسة بيوم مختلف عاشه أطفال منطقة ماحص، وعبروا عن حبهم للرسم من خلال رسومات جسدت أفكارهم وتذوقهم للفن. أيمن الحمود، رؤيا. Thank you.